ورجعنا لكم من الفاصل ولسه الكبدة على النار. كل اللي هعمله دلوقتي هحط عليها خل تفاح وهحط عليها كمان كريمة. مش عايزاكي تتخضي لو الكريمة فصلت، بما ان احنا حطينا خل طبيعي ان الكريمة تفصل. عايزة الكلام ده كده مع بعضه تقوم الكبدة تكمل سوا في الصوص ده. دلوقتي نبتدي الطبق التاني. اول حاجة هعملها في الطبق التاني اني هجيب حلة هفتح عليها النار وهحط حبة زيت. اول حاجة هعملها هجيب البصلة وهشوح وطي النار سنة بس كده. عايزه البصله تتشوح، اشطف ايدي بس ايه. انا عايزه ايه البصله بس تبتدي يبقى لونها شفاف، هروح منزل عليها الكبده. ادي الكبدة التانية عايزاها تغلي. ادي البصلة بدأت تاخد اللون الشفاف، هجيب الكبدة. هحط الكبدة، كبدة مقطعاها مكعبات صغيرة. ده في حتتين هنا انا ما كنتش شايفاهم. هقلبهم. نوطي. دايما الكبدة بتحب ان هي تستوي على نار هادية شوية. كده. دلوقتي هتبلها بحبة ملح وفلفل. انا مش هحط ملح وفلفل كتير علشان لسه في بقية مكونات هستعملها على الكبدة دي. ممكن اعمل ايه علشان اخلي نفسي مساحة واريح في الشغل؟ هوطي النار اللي ورا واحط عليها الكبده وهعمل خطوه تانية. هجيب طاسه، اهم حاجه الطاسه تمسك نفسها. ولا اقول لكم بلاش الطاسه دلوقتي، انا هجيب الكسرول الاول. الطاسه هخليها للشعريه. ادي الكسرول. هعمل ايه في الكسرول؟ هحط توم وعليهم طبعا نقطة زيت، وحط جنبي الصلصة والطماطم. نعلي النار بس شوية عشان انا كنت مطياها كده. ريحة التوم أول ما بتطلع تقلب المكان. طبعا هتقولولي كبدة ازاي من غير توم؟ في كبدة من غير توم.
عايزة أقلب الكبدة دي. ادي التومة اتشوحت، هحط عليها الصلصة. وعليهم قد معلقتين صلصة. انا عايزة دول بس ايه يتسبكوا مع بعض شوية، وهحط عليهم ملح وفلفل كمان. ادي كده احطها على جنب. عايزة اجيب البصل والبيكن احطه على الكبدة الاولانية. تمام كده. الطبق ده وعايزه اوطيها على الصلصه، ممكن اغطيها كمان في التوقيت ده. خلوني ادي ده تقليبه. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب اخر طاسه، اجيب الطاسه الاخرانيه. ادي ايوه كده، هجيب الطاسه الاخرانيه هحط الزيت، وهجيب لسان عصفور اشوحه. في نفس الوقت خلوني احط الفلفل الوان، احمر والاصفر. والاخضر كده. طبعا انا النهارده عندي شطه، انا مش هحط الشطه، بس بقول لكم الشطه اوبشن. تحبي تخليها حراقه حطي شطه، انا مش عايزه احط شطه. هقلب الكلام ده كله على بعضه. كده. خلونا نشوف الصلصة. دلوقتي الصلصة هعمل ايه؟ هحط الصلصة على الكبدة. كده. خلي دي ورا. نقلب الكلام ده مع بعضه. ايه رأيكم؟ انا هرجع بدي قدام. نطفي بس العين بتاعتها ونرجع بيها على قدام. ادي كده. عايزه بس ايوه ادي لسان عصفور ياخد بس سنه لون، واروح حطاه على الكبده. هقلب كل ده على بعضه. لو حسيتي ان لسان العصفور محتاج حبة مية يبقى زودي مية. انا هزود له حبة مية صغيرين بس لان هما مش كتير، وحطفي على
اللي ورا عشان اغرفه. حبة مية صغيرين واقلب. طفيت على الورا، نجيب بقى الطبق، نشيل الميه الاول كده ونفضي الدنيا حوالينا. ادي الطبق اللي هقدم فيه الكبده. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع الكبده دلوقتي كده، ريحتها خرافه، كريمه بالصوص بالبيف بيكن، والله ولا هتحس ان دي كبده اساسا. ادي هو كده، لازم يبقى عندك دايما اختراعات جديدة. ادي وعليها الصوص بتاعها. ادي طبقنا الاولاني. نقلب ده تقليبة. طبعا لسان العصفور ما بياخدش وقت، بيستوي بسرعة ومش محتاج مية زي ما احنا شايفين كده. تبقى طبقنا التاني للنهاردة كمان خلص. يبقى احنا عملنا النهاردة مع بعض طبقين، عملنا كبدة بالخضار او بفلفل الوان، وعملنا كمان كبدة بانيه بالبيف بيكن. أتمنى إن أطباقنا تكون النهاردة عجبتكم، وأشوفكم في حلقة جديدة، مع السلامة.